في ديرة اخوان روضة مرحبا بالضيوف اللي من البذ جات وحطت رحالها اخواننا في الخليج مطوعين الظروف وان جات دار التميم نكرم سبالها وحشة لحمد بن جار الله بن حسين آل بريدي وسلام وعلى الهواء مباشرة ينتقل السلام إلى أم صلال وإلى مالك هذا الشعار حمد بن جار الله بن حسين آل بريدي في هذا الشوط الرئيسي في أول أشواط اللقاية يذهب مباشرة وتختطف الجائزة العينية السيارة سلام يا وحشة سلام تغانينا والناموس حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في برنامج مع الفائزين يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع مالك وحيشة نجمة اللقاية في هذا السباق المحلي الأول وحيشة استطاعت أن تختطف الشوط الأول الرئيسي والجائزة العينية المقدمة عبارة عن سيارة سعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع أحد أشهر ملاك الهجن في قطر وفي الخليج حمد بن جار الله بن حسين البريدي حمد ألف ألف مبروك الفوز وتستاهل ناموس رجعنا ناموس نداي تستاهل الخير الله يبارك لنا ولك تستاهل الخير وهذا ناموس وتوفيق من الله ونحمد الله على هذا الناموس. نعم مشاهدينا الاعزاء نحن الان امام عزبه حمد بن جار الله بن حسين البريدي جينا على اساس نشوف وحيشه في العزبه ولكن للاسف وحيشه الله يوفقها انتقلت ملكيتها الى هجن الشحانيه في التسعيره. حمد احنا جينا الهدف وصولنا للعزبه كنا نبغى نشوف وحيشه ولكن تفاجأنا ان وحيشه راحت. وحيشه انتقلت ملكيتها الى هجن الشحانيه والناقه من سلالة طيبة هناك معروفة يبيها بعير سمو الشيخ تميم لهجن الشحانية الباز وامها الباز الشيبة الباز الشيبة هنا وامها من ناقة راشدة بخيت من سلالة وحيشة الفاطر. نعم حمد انت تحب سلالة الباز اعتقد انك تحب سلالة الباز دائما موفق في السلالة هذه. والله السلالة طيبة وانجازاتها قوية والسلالة ذي من عادها صغيرة لسن الحيل والركاب مرة تثبت وجودها من سن الحقائق لسن الركاب مرة تثبت وجودها. أبو جار الله السبوق دائما مثل ضيف خفيف الظل ما تطول مرتك وحيشة يمكن انتاج عندك العام والسنة هذه انتقلت ملكيتها الله يبارك فيها ويوفقها إن شاء الله. وحيشة عندها العام نقطتين سبق في المحليات في آخر محلي المحلي العاشر جابت ثاني أفضل تيم أفضل منها قعود بطشان وهي ثاني أفضل تيم في سن الحقائق والسنة دخلناها في الطائف ثلاث مداخيل كلها سبق وهذا المدخل الرابع عندها. بس أقول لك السبوق يا حمد ما تطول مثل الضيف العجل. والله السبوق دائما مرغوبة الشيوخ ما يخلونها الله يطول عمارهم ما يخلون السبوق مرة لا حصلها أخذها. بحكم خبرتك أنت كأحد المضمرين المشهورين السبوق ممكن تمر عليك في الموسم كم واحدة ثنتين مثل وحيشة؟ والله السبوق حظ يجيبها الحظ أحيانا تمر عليك بعد سنتين أحيانا تمر عليك في السنة مرتين أو ثلاث سبق ولكنها مثل العملة النادرة اللي لا مرت ما تطول مرة لازم تنتقل ملكيتها لهجن الشيوخ مرة يخلونها ما يخلونها. نعم حمد الشوط الأول الرئيسي وحيشة استطاعت أن تخطف المركز الأول بكل جدارة واستحقاق كيف كان شعورك ليلة السباق وانت محضر ناقة السبوق في شوط حساس شوط رئيسي؟ والله الشوط الأول دائما حساس ورعيها دائما من الليلة كلها مرة يحاتي هذا الشوط ومعنا مطايا مرشحة ومعنا مطايا سبق والحمد لله الله وفق الناقة وسبقت الشوط وهذا توفيق من الله هنا. الحمد لله حمد أنت مقيد في الطائف ومن الناس اللي يمثلونا في الطائف وفي الشحاني نقول الحمد لله المقيض موفق كيف تشوف مقيضكم وهل أنت راضي على الخطة الاستراتيجية لهذا العام؟ الحمد لله هذا توفيق من الله احنا نقيض المطايف الطائف علشان الجو البارد لأنه هنا جو حار ونحاول السبوق نوفر لها كل حاجة نوفر لها أي شيء تبغيه نوفر لها لو وفرت أنت للسبوق
يعني العناية الطيبة، المقيض الطيب، وجاء في الموسم الصفري لازم أنها تعطيك اللي عندها تعطيك إياه. نعم. بجر الله، هل في مفاجآت إن شاء الله بنشوفها في هذا السباق المحلي الأول في الجداعة والثنايا والحين؟ والله إن شاء الله عندي في الجداعة عندي بكرة إن شاء الله طيبة، وفي الثنايا عندي إن شاء الله بكرة بعد طيبة. شيء في الشوط الرئيسي؟ إن شاء الله كلها في الرئيسي إن شاء الله. ما فيك حيلة يا أبو أجر الله، منتحر أنت الشوط الرئيسي. إن شاء الله الإنسان اللي محول المطاع جاهزة ومن الطائف لازم نحن نسجل النقطة في المحلي. بس أبو عن إذنك أبو جر الله خلنا نبارك الجر الله، جر الله تعال قريب معنا أصغر مالك أو أصغر مضمر. جر الله ألف مبروك الفوز، تستاهل يا جر الله. مساء الخير. كيف كانت أعصابك اليوم في شوط وحيشة؟ زين. أنت اليوم حذفت الغترة ولا ما حذفتها؟ لا ما حذفت. عجل مرة ثانية إن شاء الله تحذف الغترة. يلا. ألف مبروك الفوز يا جر الله، تستاهلون. مساء الخير. أبو جر الله، لمن تهدي الفوز هذا الفوز الطيب والفوز الجميل اليوم؟ والله هذا الفوز نهدي لأهل الشحانية ومشجعين هذا الشعار بالأخص. أيها الحفل الكريم، في هذا الشوط الأول الرئيسي حضرت الأسماء وحضرت أيضا الشعارات، أسماء قوية شهدناها أعزائي المتابعين، ولكن حضرت وحيشة لتتوج بطلة بناموس هذا الشوط. 6 دقائق 18 ثانية 13 جزءا من الثانية. مشاهدينا الأعزاء متواصلين في برنامج مع الفائزين، يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع أحد أشهر ملاك الهجن وأحد أعلام الهجن في الشحانية ريمان الدوسري. أبو تركي سعداء بوجودك، التقينا في عزبة حمد بن جر الله بن حسين البريدي. أبو تركي ألف ألف مبروك تألق السباق المحلي الأول، وهذا الدعم الكبير. والله جعل عمره طويل ما قصر، دائما كبير وريسنا برك ريس، وجايين مبارس الولدنا جاي يستاهل، خذ الشوط الأول وعلى تبودنا مثل بالمصاغي. لكن كيف شفت الإقبال الجماهيري من كافة دول الخليج؟ إقبال كبير حتى الأشواط، والله ما بعشت كثرة يا ولدي، لكن الأمور مبروكة، وهو جعله يسلم، والله يبارك له فيه يعطيه البطين الصالح. نعم. تميم ما سوى الذي، لكن ميدان التحدي دائما يكون فيه المنافسة حامة. ميدان التحدي عندنا في شعاني ما حيا معصر من أول وتالي التحدي، يوم قام يعزلوا المهجنات خلى التحدي، لأن كلهم حبوا المهجنات والمواطنات كلها. صحيح. هبدا السبوك كل يحبها. لكن كيف شفت الأشواط والدعم والجوائز والإقبال الجماهيري بوتر؟ أكبر رئيس عندنا هنا كان في ختام، كان هو أخو الختام، والله العظيم يحفظ مصر يدعمك خلق. نعم نعم، وأبرك يوم اليوم. نعم. ريمان الدوسري، إيش تحب تقول لإخوانك الفائزين تهنيهم من الفوز؟ الله أبارك لهم كلهم، وجعل ربي يطول عمر أميرنا ويعطيه البطنة الصالحة، وكل أمر زين، وجايين مبارس الأسد وعلى تبدي مثل المصر صغير. يستاهل هذا اللقب الأسد وبيض وجهك. الله يستاهل، والله يستاهل. نعم. شاب من ربعنا ولا بهالزين، ومر كل عيالي ذلك كلهم عيالي. نعم. بتركي ما شاركت شيء؟ لا ما بشارك شيء، الحرمة خلاني شوي، وانا المدمن اللي يحب بكرته ما يشرك مع ذلك ما اقدر. يا رب عندك شيء على فراع؟ والله ماني بصرايم، وفي كل مكان عندي على حساب الشيوخ، جال عمار مطوار ما قصروا، حول 200 بيت مره كنا نحب، ما نبي نضرب على عمره طويل. تستاهل يا ابو تركي، وشاكرين لك حضورك معنا، ونقول الله يعطيك الصحه والعافيه. طول عمره ويبارك فيه، وجعلنا ما نبتي. في ديرة اخوان روضه مرحبا بالضيوف، اللي من البذ جات وحطت رحالها، اخواننا في الخليج مطوعين الظروف، وان جات دار التميم ينكرم سبالها.